وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل وجود الغترة أو الشال أو العمامة على شيء من الجبهة يحول بينها وبين الوصول الأرض يبطل الصلاة؟ يعني لا، ما يبطل الصلاة، يكره السجود على كبرة العمامة، فلا بد أن لا تجعل شيئا بينك وبين الأرض، يعني ما تجعل شيء بين جبهتك وبين الأرض، إن يكره ذلك والصلاة صحيح إن شاء الله.